طيب غادي ناخذ مليكة من العيون. مرحبا بك على أصوات مليكة. السلام عليكم. عليكم السلام لالا، تفضلي. دايره اختي لاباس تقطع عنا بكل شيء. مرحبا مرحبا. الحمد لله. انا شي كان في رمضان منين كنت مازاله صغيره في دارنا. صمتي رمضان كنتي باقا صغيره في داركم ياك؟ اها ياه. قلتو هذيك الساعه انا عارفه راسي الواحد منين كاين حد زعما كيبلغ خصيصو. ولكن كان واحد خويا كيبقى يضحك عليا وداك الشيء صافي وكتكليت هذاك النص تاع رمضان. كليتي النص كله؟ كله. وانت قادر على الصيام؟ انا قادر على الصيام وعارفه الناس صوم يصوموا. يعني اكلتيه عمدا؟ اي. ومره خويا كان كيحرجني قدام خوتي كانوا حرمتي وما لحقاش على رمضان وهادي وهادي صافي وكليتو. الو نعم لالا. اي لك صافي درتي مرات خويا وليت كنصوم هذاك النص الاخر صومته ولكن رديته وربي يسمح ليا. هذا هو السؤال ديالي. اي ولكن رديتي انت اكلتيه يعني اكلتيه عمدا؟ اكليت وانا عارفه. واذا اكلتي يوم من ايام رمضان عمدا تجب عليك القضاء والكفاره. القضاء انت قضيتيه ولكن الكفاره تجب. الكفاره اما انك تصومي 900 يوم على هذيك 15 يوم اللي بقات لك او انك تطعمي 900 مسكين. يعني واحد من هادو جوج. هذا ماشي هذا لازم. اي نكمل لك سؤال اخر. واش فهمتي بعدين هذا السؤال ولا لا؟ عاود ليا. دابا انت هذيك 15 يوم اللي فطرتيها من رمضان لازم عليك تكفري على كل يوم من ايامها، وكل يوم اما تصومي عليه 60 يوم او تطعمي عليه 60 مسكين. بحسب بمعنى ان المده الاجماليه ديال عدد الايام اللي يمكن لك تصوميها على هذيك 15 يوم هي 900 يوم، او انك تطعمين 900 واحد. لانه هنا الكفاره ماشي على ما كتكونش على مجموع الايام وانما عن كل يوم من يوم، لان كل يوم من ايام الصيام مستقل. يعني كل يوم 60. فمن افطر يوم من ايام رمضان عامدا متعمدا منتهكا لحرمته وجبت عليه الكفاره، والكفاره اما ان يعتق رقبه واما ان يطعم 60 مسكينا واما ان يصوم شهرين متتابعين. اذا انت عندك واحد الخيار من هادو ثلاثه. نعم الا صمتم شهرين متتابعه. شهرين متتابعين عن كل يوم بمعنى راه 900 يوم. بمعنى الا ضربت 15 في 60 غتعطيك 900 يوم. لا الا خدينا 15 في جوج بمعنى راه 30 شهر اللي خاصك تصومي. 30 شهر. فهمتيني ولا لا؟ يعني على هذيك 15 يوم اللي هي قلنا هي الى قدرناها بالايام ضربنا 15 تعطينا 900 يوم. 915. والى ضربناها في 60 شخص تعطينا 900 شخص. 900 شخص. اذا انت تشوفي اشنا هو المقدور عليه. المقدور عليه من ماشي بالضروره غادي مثلا تكفرين عن اليوم مباشره. اليوم يمكن ديري واحد المده تستريحي فيها ثم تكفرين على اليوم الموالي ثم حتى تكملين تلك المده. يمكن ان تصومي عن بعض الايام وتطعمي عن بعض الايام ماشي مشكل. يعني بحسب ما يتيسر لك، لانه الان المتاح لنا الممكن لنا فقط هو اما الصيام واما الاطعام. اما خلاص عتق رقبه، لان الحمد لله اليوم كل العالم احرار، يعني ليس فيهم اماء ولا عبيد. طيب واضحه الفكره ديالك مليكة. السؤال الثاني بس يا استاذه. عاود كليت من بعد ولدت بنتي في رمضان كليت فيه 20 يوم ورديته. كيف انا تداز عليها رمضان؟ كنتي يلاه والده، يعني كنتي نفيسه مليكة. هي كنت نسيتها، غير قلت لك خصني نرد واش نرد عليها 1000 دياله ولا غنصوم صافي. حيت صمت انا دابا هي ولدات وعند من بعد الولاده جات 20 يوم في رمضان فطراتها لانه كانت نفيسه ونفساء. فهي اليوم كتوقت لك انا رديتها، واش خصني نفري عليها ولا غير صافي نردها؟ تردها فقط. طيب ما عندهاش اشكال في الفديه. ما افطرته يعني نفساء او الحائض او بدافع الحمل، هذه كلها تردها عاديه. لكن الاشكال اللي عندها فقط هو فيما افطرته عمدا متعمدة. هذا هو أكبر، هذا سؤالها المحوري الأكبر الكبير اللي خاصها تفكر فيه وتفكر فيه بواحد النوع من الرزانة وتأخذه بعين الاعتبار. هو السؤال الأول لأنه سؤال خطير جدا، لأنها انتهكت فيه ليس فقط يوم وإنما انتهكت فيه 15 يوما متوالية من رمضان، فطرتها عمدا متعمدة متعمدة وهي قادرة على الصيام. فهذا ما ينبغي أن يعالج. طيب.
طيب واضحة الفكرة. كنتمنى عندك مليكة وعند الناس كاملين عندهم نفس الحالة ولا نفس السؤال. فاصل ونحن مواصلين معكم على 0522 77 24 24. تصلوا بنا في هذا الرقم المباشر. سعاد من طنجة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا بك سعاد، تفضلي. شكرا، بارك الله فيك. الله يجزاك بخير. بغيت واحد السؤال الشيخ الدنسيري وبغيت واحد مداخل. تفضلي. لا لا، بالنسبة للسؤال إن شاء الله خصني نعرف واش زوجة الأخ يعني من الرحم ديالي، عندي واحد التفاهم مع الزوجة الحي ديالي سبحان الله ما العواشر خصني ندار معاها في نفس الوقت نتغدى. هذا السؤال الأول. واحد مداخل الله يجزاك بخير. دابا سي سعاد لالا سعاد سمحي لي غير ما سمعناش السؤال مزيان. دابا انت مخاصمه مع شي واحد في العائله؟ زوجات الاخ ديالي اي. دابا انتم معاديين؟ لا ماشي معاديين، غير تفاهم وقال اي زعما مخاصمين. شبرنا ثقه نصحنا في هذه العواشر الدار ديالي كان ديالي ولو اننا مازال ما ظلمتهمش. كنقول زعما واش هي من أرحام ديالي خصني ضروري يصير دار الرحمة. هو شوف هو شوف نقول لك واحد القضية. الو. أنا عم كنسمعك الشيخ الدنسيري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقول في الحديث لا يحل لمسلم وفي حكمه المسلمة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهمتيني؟ ما سوى كان خوك، سوى كانت مرت خوك، سوى كان أيا كان، في الشرع يحرم علينا أن نقاطع شخصا فوق ثلاثة أيام. يعني مقاطعة مقصودة، مقاطعة عن كره عن بغض، هذا هو المقاطعة. ماشي ما مشاش عندك مثلا أختك ولا أخوك مشاش عندك عام ولا عامين، ولكن لظروف ماشي قاطعة. القاطعة هي اللي كتكون مقصودة. أنا حلفت ما نكلمك ولا ما تكلمني ولا هذا هو الغلط اللي توقع بين الناس. صلة الرحيم مطلوبة طبعا، ولكن المقاطعة ما هي المقاطعة؟ المقاطعة هي اللي كتكون وراءها أسباب. يعني أنا ما نمشيش عندك ولا ما تجيش عندي، علاش؟ لأنه وقع بيني وبينك شي شنآن ولا كذا ولا حقد ولا سوء تفاهم كما هذا. هذا حرام لا يحل. لكن خلاص الزيارات تتم يعني مرار، كاين اللي ما كيشوف ولده ولا كيشوف مرته ولا كيشوف عائلته على مرة في العام، بحال مثلا المهاجرين اللي برا ولا كذا، وربما لا يتصلون حتى في الهاتف. هل هذه مقاطعة؟ ماشي مقاطعة. إذن المقاطعة هي اللي كتكون فيها هذه الأسباب، هي اللي مقصودة، هي اللي مقصودة. كثير من الناس ما تفرقوش في هذا الأمر ويعتقدون أن غير عدم الزيارة، ولكن هذا وقع خلاف، كاين خلاف قائم. هو هذا اللي قلت أنا. إذن فهذه مقاطعة. هذه مقاطعة حقيقية. لماذا؟ لأنها ناتجة ووراءها أسباب ودواعي، وراءها سوء تفاهم. فاتخذ الإنسان موقف أنه ما يمشيش عند فلانة ولا ما يمشيش عند فلان، فهنا لا يجوز. وحرام عليهم أن 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 يدوم خصامهم أو تدوم مقاطعتهم أكثر من ثلاثة أيام. وإلا جاتها الفرصة يعني تقول لها السلام تبارك العواشر. خيرهما يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب. فالأفضل هو المبادر اللي يمشي ويسلم على الآخر. والإنسان ما يشوف راه الدنيا ما كتسوى والو حتى نملأ انفسنا، واش القلوب ديالنا والارواح ديالنا هزلت علينا وهانت علينا لدرجه اننا نملؤها بالاحقاد ونملؤها بالضغائن ونملؤها الهزه؟ لما علاش انا هز في قلبي ومتقل من جهه واحد؟ ما الفائده؟ انا بعدا والله استغرب لماذا، ما الفائده؟ لان يظل قلبي يعني نقيا صفيا يحب الخير للجميع خير من ان يكون فيه مقدار ضره للشخص كيف ما كان. إذا لم أستطيع أن أنفع أحدا فلا أضره ولا أنويله شرا على الأقل. تنتمنى سعاد أنك تكوني استفتي من جوج. سي عبد الله الدمسيري باقي عندك شي سؤال ثاني كنظن؟ شي سؤال عندي مداخلة. يلا تفضلي. لا لا شو المداخلة ديالي بالنسبة لك الأخت اللي قالت فترة 15 رمضان متعمدة. يعني كنت كنتمنى يكون الجواب بالدارجه لان السيده بحالنا ما حاسه زعما قريه. شوف بحال طلعت من ديك 90 يوم، بحال طلعت من ديك 900 ماشي 90. لا 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 معنا الشيخ، معنا الشيخ سمك الله سعاد. لا لا سعاد، احنا ما قلناش بعد 90 يوم، احنا قلنا 15. غير سمعيني انا نشرح لك ونوضح لك وبالدارجه، ولا كانت شي حاجه اخرى شي لغه اخرى كاع نشوف واش نديروا فيها. انا قلت لك بان هذيك السيده فطرات، ولما فطرات سولتها واش فطرات وهي عارفه وهي متعمده وهي قاصده، قالت لك انا عارفه وقادره وتعمدت.
علاش؟ لانه غير داك داك الملاغه ديالها مع اخوها وداك الضحك ديالها مع اخوها دافعها الى انها تفطر الى انها تفطر. فهذا غلط. فالمسائل ديال الدين والمسائل ديال العبادات ما قابلاش الملاغه وما قابلاش الضحك، لان تاخوها راه مخطئون. بعد مره انت شفيك، بعد مره كنتلاقى مع شي واحد انا باقي صغير ولا مازال هو بالغ، وانت شفيك ما يصوم كاع تقد قد كذا وصايمه مثلا، كتلقى من باب البسط. وهذا كيجعل واحد النوع ديال الحرج، كيقول لك انا باقي في قاعده الاطفال. هو انسان بلغ، اذا ما دام توفرت فيه الشروط ديال البلوغ وجبت عليه الصلاه ووجب عليه الصيام، اذا فهي لما افطرت متعمدة وجب عليها أنها تكفر على كل يوم، إما أنها تصوم 60 يوم وإما على كل نهار، على كل نهار، وإما أنها تطعم 60 مسكين. لما كنقولوا هذا الشيء مش كيخلع، ماشي شي حاجة صعيبة الصيام، خلاص إذا قدرت عليه فهي استطعت وربين. الإطعام أنا ماشي شي حاجة غادي تشتري لنا، يعني يقولوا لي شركة ديال الدقيق وتجيبها لنا، أبدا. كل ما في الأمر أنها تعطي لكل فقير أو مسكين مدا من الطعام. يعني ما أشناه المد هو حفنة، حفنة ديال الدقيق ولا حفنة ديال الروز ولا حفنة ديال الشعير ولا حفنة ديال القمح لكل واحد. هل هذا شيء باش تنعرفوا راه الإسلام والدين ديالنا سبحان الله ما أيسره وما أسهله. والله تعالى رؤوف رحمن بعباده، يريد بهم اليسرى ولا يريد بهم العسرى، غير الناس غالطين. إذن إلا جمعنا 60 مد، المود شحال فيه كاع؟ نديرو فيه كاع حنا نديرو فيه 500 غرام، نديرو فيه يعني نص كيلو. الى 500 ضربناها في 60، 500 غرام ضربناها في 60، شحال تعطينا كاع؟ يعني ماشي شي حاجه بزاف، 500 مضروبه في 60 كتعطينا 30 كيلو. 30 كيلو الا ضربناها في شحال؟ في 900 ضربناها في 15. يعني ماشي شي حاجه بزاف، 30 وضربيها في 15 تعطيك، يعني هنا تيبقى المتوسط ديال تقريبا نقول واحد 3 دراهم ونص الحفنه مثلا تقريبا. واحد 3 دراهم ونص في هذه الحدود، في هذه الحدود ما بين 3 دراهم حتى كاع بلاف وكاع الى وما وصلش هذا الشيء. انا لا اعتقد انه يصل الى هذا الثمن 5 دراهم الا غادي نعبروا بالدقيق العادي المستهلك اليومي. الا خدينا الروز ولا كذا راه ما غادي نص كيلو ما غادي يفوتش 3 دراهم ونص. طيب. في الامر فيه من البساطه وفيه من اليسر وفيه من السهوله ما يستطيعه الانسان. هذا اذا قدرت. نعطيك انا قصه. رجل وقع ليه انه في رمضان جامع المرأة ديالو، جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومغير اللون ديالو وطاير عليه والغضب يعتلي، جاء فوقف بينه قال هلكت يا رسول الله، يعني راني مشيت فيها هلكت. قال وما اهلكك؟ يعني شنو واش درتي؟ وشو الرسول صلى الله عليه وسلم بسط الامر، قال ما جمعش واقع. قال لي وقعت اهلي في رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش معاه في الهيديات، علاش؟ ولا 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 انت الخطا راه كاين، انت معترف فيه، ما دام تيجي كتقول راك عارف الخطا ديالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين او تطعم 60 مسكينا او تعتق رقبه. قال لي وحده من هذو ثلاثه وراه الامر يعني انتهى. طعم 60 مسكين. قال انا ما كنقدرش تصوم 60. قال ما نقدرش تعتق رقبه. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم خذ واحد العرجون ديال التمر، عطاه واحد العرجون ديال التمر، عطى لي قال لي خذ هذا فاطعم به المسكين. قال لي يا رسول الله والله لا اجد بين لابتيها من هو افقر من، قال لي قلبتي المدينه كامله ما تلقاش افقر مني. قال لي سير خذ وكل وهنيني عليك. الدارجه المغربيه يعني الدين ديالنا بسط ويسر وسهل علينا الحياه، يكفي اننا نفهموه. شكرا لك سي عبد الله الدمسيري، شكر موصول ايضا لعبد الرحيم حبيش في الاخراج. ختام لقائنا بيد دعاء تقبل الله منا ومنكم، وجمعه مباركه للجميع. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.
سبحان الله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، ومن كل بلاء ورزية ومصيبة حمانا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم يا رب، اللهم يا رب، أنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبادك، وأنت الرحيم الغفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه، فتنزل علينا رحمة من عندك، وحنانا من لدنك، تغنينا بها عن رحمة وحنان من سواك. إلهي، إلهي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء. فإن غفرت فخير راحم أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكن على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، أكرمنا بما أكرمت به الصالحين من عبادك، فمن لنا إذا غرقنا في بحر ذنوبنا وآثامنا. فاللهم يا رب، فاللهم يا رب، اجعل أيامنا أيام سعادة، أيام أمن وأمان، وطمأنينة ووئام. رب بدد الأحزان، وأبرئ الأسقام، وابسط الأرزاق، وحسن الأخلاق، وانشر الرحمات، وامحو السيئات. تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسماوات. إلهي، إلهي وخالقي، إلهي وملادي،
إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وربح المصلون والقائمون والمزكون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك منيبين مخبتين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أنت الرحمن فارحمنا، وأنت الغفار فاغفر لنا، وأنت التواب فتب علينا، وأنت الستار فاسترنا بسترك الجميل، ستر يشملنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بنا فيما جرت به مقاديرك، اللهم احفظنا من الزلل والخطأ، اللهم احفظنا من الفتن والمحن والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربي يسر أمورنا واشرح صدورنا واشف أمراضنا وداو عللنا وأسقامنا. إلهنا طرقنا بابك فلا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا مرضى فاشفنا بشفائك وداوينا بدوائك يا رب. اجعل كتابك لنا طبيبا واجعل كتابك لنا شفاء. اللهم أدخل الفرح والسرور على قلب كل مريض بشفاء مرضه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا، ويا من تهون عليه الأمر العسيرات هون علينا ما عسر علينا من أمور ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا من أمرنا كل يسير، وقنا شر قابل وذابر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إلهي، إلهي وخالقي ورازقي وبارئي، أسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم أن تفتح لنا أبواب الخير والتيسير، وأن تجنبنا أبواب الشر والتعسير. اللهم قنا كيد كل كائد ومكر كل ماكر وعين كل عائن وسحر كل ساحر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا ملذنا يا شفيعنا يا ظهيرنا وسندنا، نسألك اللهم أن تمن علينا بفضلك وأن تمن علينا بخيرك وأن تجعلنا مقبولين عند أهل الأرض وعند أهل السماء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم فجد علينا بما جدت به على أنبيائك وأوليائك وأصفيائك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا. اللهم أصلح لنا أبداننا، وأصلح لنا عقولنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وأصلح لنا أبناءنا وبناتنا،
اللهم وأنبت أبناءنا النبات الحسن واجعلهم صالحين مصلحين وارزقهم السداد والنجاح والتوفيق والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم أدي علينا حقوقهم، اللهم عافهم واعف عنهم واشف أمراضهم وتولهم وارعهم برعايتك واحرصهم بعينك التي لا تنام يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واحفظنا اللهم في بلدنا من الفتن والمحن والمصائب ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا اللهم في إمامنا وولي أمرنا أمير المؤمنين محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي جميع أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم صلاة تامة كاملة دائمة إلى يوم البعث والنشور على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.